أحد الاقتراحات تقدم بها السيد، ومضطر إن أنا أقول الاسم، السيد حمدين صباحي. نعم. قال لا والله أنت لازم، أنت بتقول 15 قرار، ليه؟ فرق بين القرارات الجوهرية والقرارات التي لا يتصور الطعن عليها، القرارات الثانوية. وأنا يمكن أن أقرأ لك ما سطره في مذكرته التي قدمها. فقلت له هذه تفرقة تحكمية مجافية للدستور يا أستاذ حمدي. أنت الذي تقول أن هذا استثنائي وهذا جوهري، إنما معيار التفرقة يجب أن يكون له أساس موضوعي. المحكمة الدستورية أنا تعلمت فيها كده الحقيقة، أنه أي تفرقة لا تقوم على أساس موضوعي تبقى تفرقة تحكمية مجافية لأحكام الدستور. ماذا أفعل؟ هذا الاقتراح الثاني اللي جابه الأستاذ حمدين صباح. اقتراح ثالث، قالوا أنه نقسم المراحل، أن كل مرحلة يعني مثلا من 1 لـ7 نعملها حق الطعن، من 7 لكذا حق طعن آخر. قلت لهم ده كل مرحلة مبنية على ما قبلها، وفصل المراحل يصعب، دي مسألة صعبة جدا. ومع ذلك إذا تمت هقع في نفس المشكلة وهكلف الدولة نفس التكاليف المادية، ومعرض أيضا أن نلغي كل المراحل السابقة. ولهذا وجدت يعني لزاما علي أن أنحاز إلى الرأي الذي يقول أن هذه القرارات تعتبر قرارات نهائية ونافذة بذاتها ولا يجوز الطعن عليها.